القضاء يتعامل مع مؤسسة كتابة الضبط، يتعامل مع مؤسسة المفوضين القضائيين، يتعامل مع مؤسسة الخبراء. مهنته وطبيعة ممارسته المهنية الصوتي يجسد بشكل واضح. السيد يوسف الزرقاوي رئيس جمعية محامي الشباب الدار البيضاء، قلت أن الغاية من هذا الوقف اليوم هو الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء. هذا المبدأ الدستوري ينبغي أن يعرف تطبيقه إلى أرض الواقع. للأسف يعني التسجيل الصوتي أظهر بشكل واضح المس بهذا المبدأ اللي هو أحد مقومات العدالة بالبلاد ديالنا. سبق لينا قلت أنك جمعية محامي الشباب الدار البيضاء وكإطارات مهنية وطنية أرسلنا رسائل مشفرة عبارة عن ميزان مختل تنقلوا فيه بأن العدالة مختلة، ولكن المسؤولين عن قطاع العدالة ما تلقاوش هذه الرسالة وما تجاوبوش معها وما خدوش بعين الاعتبار إلى أن ظهر هذا التسجيل الصوتي وأوضح أن ما كنا نقوله عن وضعية العدالة هو أمر حقيقي، هو وضع قائم، وبالتالي لعله خير لإعادة النظر في مقومات حقيقية لإصلاح منظومة العدالة. إصلاح مقومات العدالة تقوم على التخليق، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، تقوم على مبدأ الاستقلالية. هذه المبادئ الثلاث: التخليق، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الاستقلالية، هي ركائز للوصول إلى قضاء حر ونزيه لا يحكمه إلا التطبيق السليم للقانون. لا إثر تسريب فيديو، نقولوا الفيديو الفضيحة، لأنه مسا خطيرا باستقلال القضاء، ومس كذلك بحرمة هيئة منظمة وهيئة المحامون الدار البيضاء، ووضعنا في سلة واحدة على أننا كنا فاسدين 90% فاسدين. نحن لا نلوم هذا المسؤول، ولكن نحن دقنا هذا الفيديو دق ناقوس الخطر أننا ما زلنا لم نصل إلى استقلال القضاء كما نظرنا من أجله، استقلال السلطة القضائية كما نظرنا من أجلها، ويبقى ذلك شعارات. اليوم ملكا وشعبا وحقوقيين نريد أن يكون القضاء بالمغرب له هيبته وله مكانته وله سيادته، وإن صلح القضاء فهذه سيساعد على الاستثمار وعلى ضمان حقوق المواطن والمواطنين.